السلام عليكم أحبابي في الله، أسعدكم الله بسعادة عيد وهنأكم بأفراحه وأعاده عليكم وعلى ذويكم أعواما عديدة، وأنتم أوسع رزقا وأرفع مقاما. رمضانكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وسلام. إذا بعد غياب طويل وذلك قصد تغطية شاملة لكأس العالم بالبرازيل، نعود لكم مجددا بحلقة جديدة سنتعلم فيها إن شاء الله تعالى طريقة فك تشفير الملفات المضغوطة. العديد من الأشخاص سألوني عن هذه الطريقة، يعني كلما يعني تراسلت مع شخص معين في الفيسبوك أغلبية الأشخاص يعني يسألون عن طريقة فك تشفير ملفات المضغوطة التي يعني في غالب الأحيان الإخوان يقومون بتحميلها من بعض المواقع ويجدونها مشفرة يعني بباسورد. إذا أحبابي في الله، سنقوم بحل مشاكلكم إن شاء الله في هذه الحلقة، ونتمنى دائما أن تدعمونا بلايك وسبسكرايب وكذلك تعليقات فيزياء لمزيد من الحلقات التقنية. إذا أولا عليكم تحميل هذا البرنامج أو هذا الملف في الرابط الذي سأتركه أسفل الفيديو في تدوينه دائما. بعد تحميل هذا الملف نضغط كليك من الفأرة ثم نضغط اكسترا اي سي لنفك الضغط عليه أحبابي في الله. إذا بعد ذلك تولد لدينا هذا الملف، نضغط عليه مرتان ثم نضغط على سيت اب هنا ثم نضغط على وي، ثم يعني طريقة تثبيت البرنامج سهلة جدا سهلة. إذا نضغط على نيكست 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 سهلة جدا، ثم نضغط على فينيش مباشرة فالبرنامج يعني يثبت في الحاسوب. إذا جيد، البرنامج يعني شغال أحبابي في الله. إذا لتفعيل البرنامج ندخل مرة أخرى إلى الملف، ثم علينا أن نقفل أي برنامج لتفعيله، ثم ندخل إلى الكراك ثم ننسخ الكراك. نأتي إلى ملف أو أيقونة البرنامج، نضغط على بروبريتي ثم نضغط على امبلاسمون دي فيشي ثم نضع الرار هنا مباشرة نوافق على الاستبدال. في حال دائما يعني تعطيكم هذه الأخطاء في السوبر كوبي تقوم بإزالة البرنامج من هنا، يعني قفل البرنامج من هنا ثم سينحل المشكل كما ستشاهدون. ها فوالا، إذا كوبي و بلاسي ثم كما ستشاهدون فالمشكل ينحل عن طريق يعني قفل يعني برنامج سوبر كوبي. إذا جيد، البرنامج الآن مفعل تمام جيد أحبابي في الله. إذا نفتح البرنامج ثم نسحب مثلا يعني يعني الخروج من جميع المشاكل، ويعني وبعض الإخوان الذين يقولون يعني كذاب أو أي شيء من هذا القبيل. سأقوم بإنشاء يعني ملف أمامكم أحبابي في الله كما ستشاهدون، سأسميه مثلا، سأضع فيه أي شيء انغوجستري، ثم سأسميه كما ستشاهدون، سأسميه رشيد كما ستشاهدون. إذا هذا الملف أنا الذي وضعته هنا، ثم سأضعه في وينرار، إذا رشيد، ثم سأضع له باسورد. إذا سأضغط افيشي لكي يظهر لكم الباسورد، مثلا الباسورد سأضع فيه نت برو 4. إذا هذا هو الباسورد الذي لا تعرفونه أنتم. إذا نضغط أوكي ثم نضغط أوكي. إذا الآن البرنامج الآن الملف مشفر. إذا أردت يعني فك الضغط عليه سيعطيني أن أكتب الباسورد، أنا لا أعرف الباسورد. إذا بهذا البرنامج إن شاء الله تعالى سنفك الضغط. لاحظوا جيدا أحبابي في الله، سنسحبه إلى هنا ثم نضغط هنا أحبابي في الله هنا ثم نضغط أوكي، ثم كما ستشاهدون فالملف يفك، فالبرنامج يفك الضغط على الملف بدون مشاكل أحبابي في الله كما ستشاهدون. فالملف الآن موجود هنا أحبابي في الله بطريقة سهلة وسليمة وبدون يعني مشاكل وبطريقة يعني وباستراتيجية محضة أحبابي في الله. أتمنى أن تنال دائما إعجابكم، وأتمنى يعني أن لا تنسوا دائما الضغط على لايك والانضمام إلى أزيد من 3900 مشترك بقناتنا على اليوتيوب، وترك تعليقات تحفيزية أسفل الفيديو لمزيد من الفيديوهات التقنية. أشكركم على طيب المتابعة، أضرب لكم موعد آخر في حلقة الغد إن شاء الله تعالى.